رجعي لي مراد يا كلها. هو دخول الحمام هو ده كان راجل يوز بنتي من غيظه من الست يعمل ايه؟ اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعالوا دلوقتي نشوف الجريمة اللي حصلت في مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، عشان نكون اكثر تحديدا قرية اسمها قرية القطا، اسمها كده قرية القطا، مركز القناة منشأة القناطر محافظة الجيزة. دايما بنقول ان الحمى مش كل الحموات طبعا، لكن نسبة كبيرة منهم بيكونوا زي الشوكة في حلق الزوج. دايما خراب البيوت يقول لك من حماتي، دايما كل زوج يقول لك حماتي خربت عليا، والزوجة تقول لك انا بسمع كلام امي، والزوج يقول لك اللي ضيعت مراتي واللي ضيعت حياتي واللي خربت بيتي ان مراتي بتسمع كلام امها. وفي زوجات كتيرة قوي ما بيسمعوش كلام الزوج، يقول لك امي قالت لي، امي انت هتخاف عليا اكتر من امي. فاحيانا الحمى فعلا بتبقى سبب في خراب بيوت، سواء بالنسبة للابن او للبنت. وشفنا حموات كتير قوي بتقرب على ابنها وتقعد توقع بينه وبين مراته لغايه ما تخلي ابنها يطلع مراته. وفي ستات كتير بتقعد تحرش في بنتها على جوزها لغايه ما الزوج يضحك من عيشته ويطلعها. طب ايه اللي حصل في قريه القطا بقى، مركز منشاه القناطر الجيزه؟ زوج وزوجة عايشين في امانة الله. احنا عارفين ودايما بنكرر وبنعيد وبنزيد، ما فيش حياة زوجية سعيدة على طول، وإلا نبقى احنا عايشين في عالم افتراضي خيالي غير واقعي. اي اتنين متجوزين لازم من وقت للتاني تحصل بينهم مشاكل، لازم اي اتنين متجوزين لازم في وقت من الاوقات يحصل بينهم خلافات، شيء وارد. وشيء وارد برضو ان البنت تلم هدومها وتروح بيت ابوها. المفترض الاب والام بقى ايه؟ يسيبوا بنتهم لما تهدى ويقعدوا معاها، لو بنتهم صح يقولها يا بنتي بس بيتك واحد اتنين تلاتة، عشان خاطر ولادك، عشان خاطر الناس ما يشمتوش فيك. يا بنتي الحياة كلها مش عسل على طول، لازم شوية عسل وشوية مر. لو بنتهم غلطانة يعرفوها، يا بنتي انت غلطانة، ما حدش يعمل اللي انت عملتيه، اسمع كلام جوزك، ما ترديش على جوزك، ما تعليش صوتك على جوزك، انت اللي غلطان. ولما يجي الزوج يصلحوا بينهم. لكن البنت لما راحت لامها من غير امها ما تسمع البنت جايه غضبانه ليه؟ لا، ده احنا نعرف، ده احنا نشكي بالقايمه ونشكي بالمؤخر ونشكي بالمتعه ونشكي بنفقه للاولاد وبنفقه ليك، ده احنا نخرب بيته ابوك هيسجنه. يا امي مش كده يا حبيبتي، انت هوني على بنتك بس ما توصليش الموضوع للطلاق. حاولي ان انت تسمع بنتك وتصححي لها وتعرفيها الصح من الغلط، وحتى لو كانت بنتك عندها حق وجوزها اللي غلطان تقولي لها يا بنتي ما تشمتيش حد فيك، يا بنتي ولادك، يا بنتي الست ملهاش غير جوزها، يا بنتي جوزك بيكون تعبان وممكن يكون الكلام اللي جاله ده في وقت زعل، يا حبيبتي انت كنت قعدت في بيتك لقيت جوزك مهدي وكنت عاتبتيه. مش تقولي لها ده احنا نسجنه، ده هو ما يعرفش انت متجوز، انت بنت مين، انت وراكي مين، ابوكي مين، اخواتك مين، ده احنا نجيبه من جفاه، ده احنا نعلقه، ده احنا هنوريه، ده احنا هنسجنه. ليه؟ الزوج عرف بغلطته راح للبيت عند حماته قال لها انا غلطت وعارف غلطي، رجعي لي مراتي. قالت له لا، هو دخول الحمام زي طلوعه؟ لا يا حبيبي، ده انت لازم تعرف قيمة بنتنا، بنتنا مش هترجع لك يا ستي، خلاص كل البيوت فيها كده. لا يا حبيبي، بنتنا ما حدش يعلو صوته عليها، بنتنا ما حدش يمد ايده عليها، بنتنا اللي يعلو صوته نقطع له لسانه، واللي يمد ايده نقطع له ايده. انت مش عارف هي بنت مين وابوها مين وامها مين وعيلة ابوها مين وعيلة امها مين واخواتها مين. يا ست الراجل جه وعرف غلطه، كل ما الراجل يبعت ناس الست تقف، رغم ان البنت عايزه ترجع، البنت عايزه ترجع لجوزها وترجع لعيالها، لكن امها مش راضي. والزوج كل ما يبعت ناس يقول كل طلباتها مجاب، حقها علي، مش هعمل كده تاني، خلوها ترجع. يروح الناس للام وتقول لهم لا انا هسجن،
هو مش عارف ان انا واخد عليها جايمه ب 200 الف جنيه، هو مش عارف. يا ستي ليه كده؟ بنتك ملهاش غير بيتها. لا ده انا بنتي هطلقها منه واجوزها ست سيده، ده بيجي لها العرسان وهي كانت على ذمته. هي بنتي اتحسبت عليها جوازها اوانطه. هو ده كان راجل اجوز بنتي؟ هو ده كان بيت ولا عيله نناسبها؟ الغلط غلط ابوها وغلط من الاول انه وافقنا عليه. وتقعد تكية الكلام للناس، الناس يروحوا يقولوا له يا ابني خلاص احنا مش قادرين على الست دي، طلقها وامرك لله. الزوج اتغاظ، طب ليه؟ ليه كده؟ مراتي عايزه ترجع لي وامها اللي مش راضيه. الدنيا سودت قدامه، وخاصه انه مش عارف يعيش، لا لاقي لقمه ولا لاقي هدمه ولا لاقي نظافه ولا لاقي اولاده، مش عارف من غيظه من الست يعمل ايه. راح بنفسه لبس واحده منقبه او منتقبه، وخبط على الباب على حماته، وهي عارفه ان هي، وهو عارف ان هي كانت قاعده في البيت لوحديها، وراح خانقها موتها وهرب. طبعا بنتها رجعت من الشغل لقت امها مخنوقه وميته. على طول رئيس مباحث مركز منشاه القناطر جه فريق البحث، لقوا ان كل منافذ الشقه سليمه، اذا اللي خبط على الباب واحد او واحده، الست اللي جوه عندها 45 سنه على فكره، كانت عارفاه بالتحيات والمشاكل والناس ومصادر السريه. قالوا ان كان في خلافات بين الست وبين جوز بنتها، لانها ما كانش عايزه ترجع بنتها للراجل. هو ده كان يمكن الخيط الرفيع اللي قدر رئيس المباحث يتشبث بيه لغايه ما وصل للمتهم الرئيسي وهو جوز بنتها. تم القبض عليه بمجرد ما مواجهته والضغط عليه، قال يا جماعه ايوه هي اللي خربت بيتي، هي اللي ضيعت بيتي، ضيعت ولادي، ضيعت مراتي منها، كانت مراتي عايزه ترجع، حماتي هي اللي مش راضيه، قلت اخلص منها علشان بعد كده لما اقول لمراتي تعالي هتيجي على طول. ولبست لبس واحده منقبه وخبطت على الباب، اول ما شافتني ان واحده منقبه فتحت دخلت على طول موتها ونزلت تاني، وكنت مستني لغايه بعد ال 40 اروح اجيب مراتي. شفت الام وصلت الشاب انه يقتلها عشان يرجع مراته. يعني الست دي ضيعت نفسها وضيعت جوز بنتها وضيعت بنتها وضيعت ولاد بنتها. الزوجه دلوقتي تعتبر اترملت، وجوز لان جوزها هيدخل السجن، ممكن ياخد اعدام لانه ده قتل مع سبق الاصرار والتربص. والتربص ده لبس نقاب ودخل خانقها موتها، يعني كان رايح يموتها، مرتب كل حاجه، ممكن ياخد اعدام. يبقى هي اترملت والثلاث اطفال اتيتموا، والزوجة هتشيل الهم لوحديها. مين هيصرف على عيالها؟ مين هياخد باله من عيالها؟ والأم هي ماتت. لازم نستفيد يا جماعة، يا كل أم، جوز بنتك هي الحيطة اللي بنتك بتستند عليها، هي السند، هو العتاد، هو اللي بيصرف عليها، وسيبك بيصرف على أولاده. ما تحاوليش تخرب على بنتك، ما دام بنتك عايزة ترجع له. يا ريت نتعلم من الدروس، لأن الخراب مش بالسهولة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.